السلام عليكم ايها الكرام طلب مني احد الاخوه من ايام ان اتكلم مع عن ظاهره الصفحات التي تنكت على الشباب السنجل من السنجل الشاب الذي لا يقيم علاقات غراميه مع الفتيات ما بصاحب بنات يعني هذه الصفحات تصف هؤلاء الشباب وكانهم حاله شاذه مساكين منبوذون ما عندهم صاحبات تعليقي هو بايه وحديث الآية قول الله عز وجل: "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم". الآية تتكلم عن أناس يقعون في المعاصي أحياناً، لكنهم مع ذلك يسترون على أنفسهم وهم معترفون بأنهم على خطأ. هؤلاء ما وضعهم عند الله؟ عسى الله أن يتوب عليهم. ترجى لهم التوبه بأن يعينهم الله على ترك المعصيه في الدنيا وأن يغفر لهم في الآخره، إن الله غفور رحيم. أنت عندما تجاهر بالمعصيه بل وتجرئ غيرك عليها وتستهزئ بمن لا يفعل مثل معصيتك فأنت تحرم نفسك من هذه الآيه، تحرم نفسك من أن تكون من الذين عسى الله أن يتوب عليهم. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل واحد من أمة محمد يرجى له العافية يوم القيامة إلا المجاهرين الذين يجاهرون بمعصيتهم لماذا؟ لأن هؤلاء يحدثون حالة من التمرد على شريعة الله التجرئة على معصية الله الاستخفاف بدين الله والذي يفعل هذا هو شاء أم أبا من أدوات أعداء الدين هو أداة خرخيشة العوبة بيد اعداء الدين لانه ينفذ مخططاتهم فاعداء الدين في الداخل والخارج يريدون ان يجرئوا الناس على المعصيه ويستخفوا باحكام الشريعه ويستخفوا بقال الله وقال رسوله انت لما تستهزئ بالذين لا يفعلون مثل معصيتك انت خرخيشة العوبة واداة بيد اعداء الدين فهذا تعليقي واقول للاخوه الذين يستهزا بهم الاخوه السناجل اقول لهم أنتم اسمكم عند الله عز وجل شباب طائعون شباب مخبتون شباب متقون أنتم عفيفون طاهرون قولوا لي هؤلاء الذين يستهزئون بكم نعم أريد أن أبقى سنجل لأنني وأنت سنأتي أمام الله يوم القيامة كل منا أيضا سنجل وكلكم آتيه يوم القيامة فردا فيا من تستهزئ بي ستاتي الله عز وجل فردا ولن ينفعك هذا الاستهزاء ولا هذه الصفحات ولا كل من ترى ممن ينكتون معك ستاتي الله فردا الى ان ياذن الله عز وجل بالزواج الحلال في الدنيا وبالنعيم المقيم في الاخره نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا ويغفر ذنوبنا والسلام عليكم